في واقعة صادمة، قامت طالبة في مدرسة ثانوية في ولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا فعلت هذه الطالبة؟ قامت برش الفلفل على معلمها مرتين بعد أن صادر الهاتف منها أثناء تواجدها في الفصل في القاعة الدراسية. يمكن رؤية الطالبة وهي تتتبع المعلم دون مبالاة أثناء فراره من الفصل بعد تعرضه للاعتداء للمرة الأولى عن طريق رش السبراي الفلفل على وجهه، وهي تصرخ أعطني الهاتف، give me my phone، can I get my phone، وهي تضحك وطلاب آخرون أيضا يضحكون في المكان ويمزحون بينما المعلم يصرخ بسبب رذاذ الفلفل الذي رمت به على عينه. وجثى المعلم على ركبتيه وهو يتألم ويصرخ، والطالبة تحاول أن تأخذ النقال من المعلم وتحاول أن تسحب النقال من بين يدي المعلم، لكنه لم يعطيها النقال. ويمكن سماع المعلم وهو يصرخ قائلا لتلك الفتاة: مجنونة، أنت مجنونة. لنتابع بالصوت والصورة ماذا حصل بين الطالبة وبين المعلم. I need my phone. وهي تصرخ وتعيد وتكرر هذا الكلام دون جدوى. لم يعطيها المعلم ما تريد. كانت الطالبة في إحدى مدارس ناشفيل وهي تتابع الرسائل النصية، تبحث في جوجل عن إجابات لواجبها المدرسي. طبعا هذا أثار استياء المعلم الذي صادر الهاتف منها وأخذه، ولم يكن يتوقع أن تكون ردة فعل تلك الطالبة بهذا الشكل المبالغ به. يقال إن المعلم بنفسه تعرض للكم في وجهه من قبل طالب آخر في نفس المدرسة ولكن قبل شهرين من الآن. أيضا صادر المعلم هاتف آخر لطالب آخر كان يغش في أحد الاختبارات. أما التعليقات وردود الأفعال حول قصة هذه الفتاة الطالبة التي اعتدت على المعلم برذاذ الفلفل كانت كالتالي. التعليق الأول من محمد يقول في تعليقه، محمود المحمد يقول في تعليقه: أصبحت مهنة التدريس مهنة مذلة ومتعبة، المدرسين في كل العالم تعب وقرف وضغط مشان جيل صايع. تعليق من رغد، تقول رغد في تعليقها: هاي بتتعاقب وراح بيتسجل بسجلها المدرسي وهيأثر على دخولها بالجامعة، يعني ما بتمر هيك تصرف، ما يمر هيك تصرف بسلام بمدارسهم. وهي التربية الحديثة العامة، نحن كنا إذا نشوف الأستاذ بشارع ما نحط عيننا بعينه. تعليق من داليا، تقول داليا في تعليقها: عندهم فرصة يتعلموا في مدارس أمريكا، أنا أتمنى ابني تدخل جامعة في أمريكا وهو مجرد حلم إن شاء الله. الله يحقق حلمي لما يكبر ابني، والتعليم يكلف فلوس كثيرة، هم عندهم فرص تعليم لا تكلف كثيرا ويضيعونها من أجل الهاتف الذي ضيع عقول شباب وستتم معاقبتها على هذا التصرف. تعليق آخر من ياسمين، تقول في تعليقها: بشدها من شعرها وبجيب اللي خلفوها ياخدوها، بتلزميش تكون طالبة في مكان محترم والجوال يتم تفتيشه من الأهل لأنه أكيد عليه بلاوي، هذا الجيل لا يستحق مدرسين أبدا، دعوهم في بيوتهم يدرسون ويتعلمون فنون التشدق والرد. تعليق من إيناس، تقول إيناس: من طريقة كلامها وحركاتها باين أنها تحت تأثير المخدرات. على العموم
جاءت للمدرس على طبق من ذهب، فهنا لن يمر عليها هذا الأمر بسهولة.